وللحديث أكثر حول التراخيص والاستثمارات التي قامت بها وزارة الصناعة يسر أن يكون معنا المهندس عبد العزيز الشهري رئيس مركز التفوق للاستشارات الصناعية. حياك الله معنا مهندس عبد العزيز. اليوم القطاع الصناعي يعني بدأ بعد أزمة كورونا واللي أثرت بشكل كبير على العديد من القطاعات، ولكن ما زال القطاع يعني الصناعي صامد في منح التراخيص وزيادة عدد العاملين واللي رأس مالها يعني تجاوزت أكثر من 1,600,000,000 ريال. اليوم قراءتك للقطاع الصناعي في ظل هذه الظروف يعني المحيطة بالقطاع عالميا وحتى محليا؟ تحياتي لك أستاذ سلمان والمشاهدين. حياك الله. من أجل الحكم على عدد المصانع يجب أن نعرج على معلومات وزارة الصناعة. جميل. وزارة الصناعة منذ بداية جائحة الكورونا في شهر فبراير إلى شهر أغسطس كان عدد المصانع في شهر فبراير 9,020 مصنع، وأصبحت في شهر أغسطس إلى 9,357، أي بواقع 337 مصنع. هذه الزيادة اللي هو 337 مصنع كانت مرتكزة في أربع قطاعات رئيسية اللي هي الصناعات الغذائية والصناعات الاستهلاكية الطبية وصناعة المعادن اللافلكزية وأيضا اللدائن والمطاط. مجموع الهادئة التي فعلا تجذب النظر أنه مجموع هذه الاستثمارات في هذه المصانع خلال هذه الفترة من بداية شهر فبراير إلى شهر أغسطس كانت تقدر ب 11.64 مليار ريال، وهذه القيمة يعني قيمة الصراحة احنا نفتخر فيها أنها موجودة عندنا في هذا الاقتصاد القوي المرتكز على أساسات متينة. نعم. وكان أعلى هذه الاستثمارات كان في شهر مايو باستثمارات تقابل 4.6 مليار، طبعا مرتكزة في نفس القطاعات المذكورة عنها. جميل. اليوم في ظل التحديات اللي واجهها القطاع الصناعي برأيك اليوم الحوافز اللي وفرتها يعني وزارة الصناعة للمستثمرين في هذا القطاع والراغبين أيضا يعني الدخول من جديد في هذا القطاع لربما بعد يعني أزمة كورونا واللي كان هناك توقيف لكافة يعني القطاعات الفترة الماضية وتوقفت بشكل واضح؟ شوف حقيقة الآن الصناعيين أو أي أحد مستثمر يبغى يدخل مجال الصناعي ما عنده أعذار إنه ليش ما يدخل فيه، لأنه كل المحفزات والممكنات التي قامت بها وزارة الصناعة مشكورة والقيادة الرشيدة كانت محفزات فعلا تخدم القطاع الصناعي، ولو أن المحفزات هذه يعني عالجت كثير من المشاكل، لكن من المحفزات هذه كانت المحفزات كانت مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية. أول شيء اللي هي القرارات التي اتخذتها الوزارة، الأنظمة والتشريعات، وأيضا البرامج والمشاريع. قسم القرارات الاستراتيجية كان من أبرز القرارات اللي هو إقرار نظام الاستثمار التعديلي. هذا القرار يساعد على حوكمة القطاع ورفع مستوى الشفافية في هذا القطاع، لأنه أنت عارف القطاعات التعديلية هي قطاعات استثمارات طويلة الأمد ما هي قصيرة الأمد، فتحتاج أنه والله تكون الأمور تكون شفافة إلى درجة كبيرة بحيث أن المستثمر يكون مرتاح ومطمن عشان يدخل في هذا القطاع. نعم تفضل إذا سمحت لي. برأيك اليوم يعني الأنظمة يعني ذكرت أنت يعني في محور حديثك عن الأنظمة والتشريعات اللي تمت في القطاع، اليوم يعني الأنظمة والتحديث اللي صار في القطاع الصناعي كيف هذا ممكن يكون عامل جذب بالنسبة للمستثمرين سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة؟ خلينا ندخل على سبيل المثال مثلا اللي هو النظام اللي هو تنمية المحتوى المحلي. الآن تنمية المحتوى المحلي يساعد المصنع السعودي بحيث أنه هو يدخل في العطاءات الحكومية ويدخل في المشاريع الحكومية هو مطمن ومرتاح بسبب أنه فيه له دعم يحصله من الحكومة بحيث أن المنتج هذا قابل للدخول في المنافسة وأيضا تساعده أيضا على زي ما تقول أنه تبح المنافسة من الأسواق العالمية، لأنه لا ننسى الصين وأمريكا هي أسواق كبرى ولها مدخلات في الصناعة حول العالم. فهذه النظام اللي هو تنمية المحتوى المحلي خدم الموضوع هذا. النظام الثاني اللي هو إنشاء المركز الوطني للمعلومات الصناعية، هذا بدوره يساعد لأنه إحنا الآن معتمدين على المعلومات، لكي تتخذ قرار يجب أن يكون المعلومات المتوفرة لك صحيحة وقريبة من الواقع وحديثة، لما تكون متأخرة دي ما تخدم لي، لأنه الدنيا ماشية بتسارع عجيب، وإذا إحنا نبغى نتوافق مع اللي هو الصناعة الثورة الصناعية الرابعة والأمور هذه لازم إن إحنا نكون عندنا مصدر معلومات نعتمد عليه بحيث أنه نستطيع أن نتحرك بشكل أسرع. جميل. اليوم في ظل هذه المعطيات المتوافرة من مركز معلومات وبيانات وأيضا البيئة الآمنة للمستثمرين، برأيك اليوم الفرص بالنسبة للي يبغى يبدأ في القطاع الصناعي اليوم واستغلال هذه الفرص في ظل هذه التسهيلات الكبيرة اللي منحتها البيئة الاستثمارية في السوق؟ شوف حقيقة في بعض المبادرات احنا ما تكلمنا عنها، يعني مثلا بنك التصدير والاستيراد السعودي،
هذا البنك يساعد المستثمر السعودي بحيث أنه هو يفتح قنوات تصدير آمنة إلى الأسواق، وبناء عليه هذا يزيد يرفع من اللي هو الناتج القومي الاقتصادي، وبالتالي يرفع من موضوع اللي هو جلب العملات الصعبة من الخارج إلى الداخل، وهذا يخدم الاقتصاد يعني على المدى البعيد. احنا لا ننظر المدى القريب الآن، ننظر المدى البعيد بعد 20 سنة 30 سنة إيش بيكون وضع السعودية. احنا إن شاء الله نرجو من الله أن تكون برنامج أو مبادرة صنع في السعودية، هذا البرنامج يعني يقاس على مقاسات عالمية مثل برنامج ميد إن جيرماني أو صنع في ألمانيا. الآن البرنامج هذا يخدم يعني أي واحد بيشتري منتج ألماني يشتريه ومطمن ومرتاح، لأنه عارف أنه فيه الدعم هذا موجود على نطاق الدولة على نطاق الحكومة. السعودية قامت مشكورة بإحداث هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون مفروض على القطاعات الصناعية بشكل عام. المهندس عبد العزيز الشهري رئيس مركز التفوق للاستشارات الصناعية، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.